حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه اليوم الفضائي وحلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب، فاصل قصير وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والاحداث والمواضيع والترندات المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم، واكيد اولى احداثنا واخبارنا هي تخص الشان المحلي وما فيه من ترندات قد تكون يعني منتشره بشكل كبير في السوشيال ميديا، وايضا تلقى عدد كبير من التعليقات والمشاركات والآراء. والأهم لدينا في البرنامج أنه هو الآراء، دائما ما نأخذ ونسمع ونطرح آراء المواطنين في التعليقات في المنشورات في كل ما يتواجد في السوشيال ميديا، أكيد لأن رأيهم مهم جدا. موضوعنا الأول هو يخص البنزين، خلينا نحكيها بالدارج، اكو يسموه بنزين، يعني احنا نسميه البنزين. البنزين اللي هو يعني واحد من اهم الاشياء اللي ممكن تستخدمها بالحياه، هو عصب الحياه، خلينا نكون واضحين، يعني بدونه السيارات ما تمشي. زين هسه يلا سووا سيارات كهرباء وسيارات يعني على الشحن وهاي الامور هسه بدت، بس شيء مهم البنزين ما حد يقدر يستغنى عنه، من الممكن انه يسبب لك يعني قلق كبير في البلد. منذ فترة من الزمن والعراق يستورد البنزين من الخارج. البعض يقول لدينا الكثير من المصافي، ولدينا الكثير من النفط الخام، ولدينا صناعة التكرير، لماذا نستورد البنزين من الخارج؟ نستورد البنزين احنا من الخارج لانه اكو عدد من المصافي متوقفة عن العمل، من ضمنهم مصفى بيجي اللي ظاهر امامكم بالصورة وراح نحكي عنه بعد قليل. هذا المصفى مثل ما تعرفون كان متوقف عن العمل، لذلك سد الحاجة للبنزين الداخلية ما تكفي، لذلك نستورد. وزارة النفط صرحت وقالت انه مطلع العام الجاري او عفوا نهاية العام الجاري راح نوقف استيراد البنزين، نوقف استيراد البنزين بشكل نهائي. هذا هو اللي صرحوا به وزارة النفط. خلينا نشوف التصريح وايضا ما حدث بعد التصريح وايضا السبب وراء هذا التصريح. مثل ما تشوفون وزارة النفط سنوقف استيراد البنزين العام الجاري، يعني نهاية العام تقريبا راح يتم وقف استيراد البنزين. هذا موضوع مهم جدا، خلي نشوف تعليقات الناس حتى نتناقش احنا وياهم. يقول مهند بعد وقت لكم عندنا بنزين يشغل كل سيارات العالم وجاي نستورد، يا ويلكم من الله. يا مهند مثل ما تعرف انه العدد من المصافي كانت متوقفة عن العمل، لذلك ما تكفي البنزين اللي بالداخل ما يكفي، لذلك احنا لجئنا الى الاستيراد من الخارج. ابراهيم يقول اهلا بالازمة، اللتر يصير 2000 وراها باسبوع نفتح الاستيراد، دورة حياة التخبطات. اتمنى ما كتبه ابراهيم ان لا يحدث، وان تضع وزارة النفط خطة واستراتيجية معينة، لانه احنا ما راح نستورد، راح نكتفي فقط بالبنزين اللي بالداخل. لذلك يا اخوان لازم احنا ندرس هذا الموضوع، اذا تاخر البنزين ايش راح يصير، اذا 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 معمل او مصفى توقف انتاجه ايش راح يصير، لازم احنا ندرس كل هاي التفاصيل حتى
ما نوقع بحرج. أوس يقول ألف مبروك يا العراق، البانزين راح يصعد فول، ما حد منظر يعني غير المواطن الفقير، عاشت ايدكم على هيك قرار. أعتقد يا أوس أنه ما حد راح يتضرر، أعتقد لأنه أكو هواية أمور استجدت، وأكو هواية مصانع ومعامل ومصافي ومن هذه الأشياء اللي تنتج البنزين هي دخلت بالخدمة وراح ترجع من جديد فلوسنا بالداخل. حسين يقول ما صايرة هاي حتى بالمريخ، بلد من 72 تأميم النفط بالعراق وعنده مصافي ويستورد مشتقات، وين صايرة هاي؟ خويا يا حسين تعرف المصافي كانت واقفة، انت لو تصبر لي راح اشوفك الخبر الوراء فانت راح تعرف ليش. رافد يقول مصطفى شنو عفوا مصفى بيجي ومصفى كربلة دخلا بالخدمة، صار الزام ايقاف الاستيراد. احسنت يا رافد، هنا بيت القصيد، مصفى بيجي ومصفى كربلاء دخلا بالخدمة، موضوعنا هو مصفى بيجي اللي دخل للخدمة. بالصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني يقول رئيس مجلس الوزراء يفتتح مصفى الشمال في بيجي ويؤكد المضي لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي للمشتقات النفطية في العام المقبل. يقول افتتاح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني لمصفى الشمال الذي يعيد تأهيله بعد توقف استمر أكثر من 10 أعوام، وأشار سيادته إلى أن الكثير من العراقيين كانوا ينتظرون هذا المنجز المهم بعد الدمار الذي أصاب المصفى، مستذكرا الشهداء والجرحى الذين دافعوا عن هذه الأرض وحرروا المصفى من عصابات داعش الإرهابية، ليبدأ عهد جديد أبطاله المهندسون والعاملون في شركة مصافي الشمال الذين خاضوا تحدي إعمار هذا المصفى الحيوي المهم. وأكد أن الكثير شككوا في عودة مواد المصفى التي تمت بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أننا مع هذا المنجز نقترب من تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات في موعد أقصاه منتصف العام المقبل، وهو ما سيوفر لنا مليارات الدولارات، مليارات الدولارات التي ستوظف في جوانب خدمية واقتصادية أخرى عبر التوقف عن استيراد المشتقات النفطية لتحقيق بهذا، لنحقق بهذا هدف. طبعا الكثير والكثير من الأمور المهمة، هاي أبرز النقاط اللي حكاها السيد رئيس الوزراء بالافتتاح. نقف بإجلال واحترام للشهداء والجرحى الذين دافعوا عن هذه الأرض وحرروا المصفى من عصابات داعش. أكيد كان للشهداء بالحشد الشعبي والأبطال بالقوات الأمنية كان لهم الدور البارز في تحرير هذا المصفى من العصابات الإرهابية. أيضا يقول العراق مع إنتاجه لأكثر من 4 ملايين برميل يوميا ما زال يستورد المشتقات النفطية، وهي سياسة كانت قائمة لطيلة عقود. مع هذا المنجز نحن نقترب من تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات النفطية. العراق لا يقبل المستحيل ويصنع الحلول مهما كانت الصعوبات. أيضا قطاع النفط والغاز على رأس أولويات الحكومة وفي برامج وخطط مدروسة. كذلك الحال، هذه صور من الافتتاح مصفى بيجي، مثل ما تشوفون مبين أكو شغل جديد غير الشغل القديم. هذه من كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الموجودين. طبعا هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس. مشاهدين الكرام مستمرين وياكم، نروح فاصل ونرجع. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرة فيس تو فيس من جديد، وأكيد نستكمل أحداثنا ومواضيعنا وترنداتنا اليومية. مثل ما تعرفون الترندات صارت يومية يا أخوان، بعد لازم يطلع لك ترند جديد. بس هالمرة الترند هذا اللي بالسوشيال ميديا ترند جميل جدا، ترند مهم
وبي حياة وبي نعمة من رب العالمين كبيرة وكبيرة جدا. هذه النعمة التي تظهر أمامكم، نعمة المياه، نعمة مهمة جدا في يعني في الحياة بشكل يعني كبير جدا. المياه مثل ما تعرفون بالعراق دائما ما احنا نعاني في فصل الصيف من عدم وجود المياه في نهري دجلة والفرات وأيضا في السدود والبحيرات والأماكن، ولكن في فصل الشتاء ينعم علينا الله سبحانه وتعالى بموجة من الأمطار وحتى السيول. زين مرات تجيك سيول يعني ما تأذي لها بشر، ما تجرف لها بيت، ما تخرب لها شيء. زين تجيك سيول وأمطار تترس لك هاي البحيرات والسدود والأنهار، واللي جاي تشاهدوا بالفترة الحالية من امتلاء نهر دجلة ويقول لك هذا المقهى فاض وهذا المطعم فاض، خليه في ضم البانين بالنهر شو يردون يعني، غير يحسبون حسابهم. المهم هذه نعمة كبيرة من رب العالمين. تركيا هذا البلد اللي نعتبره بلد جار للعراق، تركيا مارست العديد والعديد من الضغوطات في موضوع وملف المياه. تركيا تقطع المياه عن العراقيين بشكل مستمر بل ومتعمد، هم قاصدين انه يقطعون المياه عن العراق. هذا 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 شيء واقعي. زين ما يفتح لك المي، ما عنده سدود هو هوايه، المي يقول لك انا ما افتحه خلاص انا حر ما افتح المي. ولكن نعمة رب العالمين ونعمة الأمطار تخلينا نستغني عن الحاجة لتركيا وكل ما يحصل بموضوع قطع المياه. اليوم انتشرت بالسوشيال ميديا مجموعة من الصور لسدي مندلي والوند في محافظة ديالى بعد موجة الأمطار والسيول الأخيرة، مثل ما تشاهدون أمامكم في الصور. بسم الله ما شاء الله يا أخي، والله حلو يعني، حتى المنظر حلو يعني، والله العظيم هاي هنا أنا أسوي لي فد، أسوي هذا أسوي يعني فد شي سياحي، منتجع سياحي أسوي لي هنا أنا. زين منتجع سياحي أسوي هاي المياه فد، منظر جميل جدا هاك مثل ما تشوف، منظر يخبل، أسوي هذا الشيء سياحي، أستفيد منه بالأسماك مثلا خلي أسماك هنا تعيش على مود أنتج أكثر وأستفيد أكثر، أسد لهذا السد ما خلي المي يروح، أخزن الفصل الصيف أخزن، وقت الشتاء أخزن عن المي، يجيني مي من رب العالمين ينعم علينا به بمطر بسيول بما اعرف شنو، اخزنه ما اخليه يروح، يجيني فصل الصيف افتح المي، وما شاء الله شوفوه ما شاء الله مي عالي وهواي. زين ودجلة ايضا عالية وخير من الله بها مي، والفرات اكو يعني جاي نشوف اكو مياه بالانهر، مياه بالبحيرات والسدود مثل ما تشاهدون المنظر أمامكم. هاي السدود المندلي والويند شون حلوة وبيها مي والله والله عمي هذا أسوي منتجع سياحي يا أخوان، منتجع هنا أنا وأستفيد وأسوي وما أسوي، منظر جميل وحلو، وهاي نعمة من رب العالمين ينعم على العراقيين بيها. هاي مثل ما تشوفون هاي السدود زين، هذا يعني ممتلئ هنا البحيرة هذه، وهاي السدود وهذا الوضع طبيعي وما شاء الله وحلو مثل ما تشاهدون أمامكم. الحمد لله والشكر على نعمة المياه. هذا بس هذا عندك ينان، هاي هذا أسوي بمكان يخبض، والله العظيم استفيد منه، أسوي مكان سياحي زين هنا أنا أخلي
اشياء امور منتجع، ابني له منتجع سياحي هنا، ناس تتفسح تجي، زين منظر حلو جميل جدا ما شاء الله. يقول جليل اللهم صلي على محمد وآل محمد. اي والله يا استاذ جليل. اسماء تقول خير وبركة. حسان او حسن يقول الحمد لله والشكر، هذا من فضل الله، لو تبقى على عباد الله كل شيء يموت في الارض. اي والله لو تبقى على تركيا كل شيء يروح، لا يبقى ماي لا يبقى نهار. عماد يقول الحمد لله والشكر، بس شنو الفائدة؟ راح يروح المي للبحر. هو هنا احنا نحكي يا عماد، المي بمكان ما نستغني عنه يروح لشط العرب ويروح وراها للخليج ويروح للبحر وراها يروح للمحيط. طب احنا نستفاد منه، نستفيد مي هذا نستفيد من عنده، ليش احنا يعني نعوفه يروح؟ وهاي رسالة اخوان، والله يراد النسد بالقرنب يمشط العرب ما اعرف وين، يراد النسد يراد النسد نستفيد من المياه بي. والله عمي يراد النسد كافي نعوف المي يروح شط العرب ويمتزج المي الحلو بالمي المالح وكل شيء ما نستفيد منه. يراد لنا هاي الامور، يعني ليش احنا ما نسويها ما نشتغل؟ والله ما اعرف، مشكله هاي مشكله. طبعا هذا كان اخر تعليق بخصوص موضوعنا الثاني اللي هو موضوع المياه، والحمد لله والشكر على نعمه رب العالمين. شأن المحلي هذا ما بيه من ترندات. الان نبدا بملف غزه وملف فلسطين اللي يوم عن يوم جاي يزداد الوضع سوء، يوم عن يوم جاي تصير أمور تحت أنظار المجتمع الدولي وتحت أنظار الحكومات الدولية والأوروبية والعربية والإسلامية. ولكن أكو أشياء مهمة جدا في هذا الملف راح نطرحها وراح نسولف بيها. طبعا أكيد نبدأ ملف غزة بالحصيلة اليومية، حصيلة ضحايا حرب الإبادة الصهيونية. عدد الشهداء ارتفع إلى 29,606 شهيد، عدد الإصابات 69,737، ومجرد أرقام جاي تتصاعد وماكو أحد، يعني ماكو أحد يحكي، ماكو أحد يعني أرد أشوف هاي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واليونسكو يعني شو ما شفت يعني قرار بوقف إطلاق النار بغزة وفلسطين ما شفنا هيك قرار وقف إطلاق النار ماكو. ليش بغير دول قبل تصدرون قراركم وهذا؟ شو بغزة ماكو يعني ليش يعني شو شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ غير واحد يفتهم الفرق شنو ما أعرف. هذا منشور بكت عليه الملايين بكت عليه بصفحة بالفيسبوك باسم حمزة مصطفى أبو توها، يقول وأما بنعمة ربك فحدث، هذا رزق الله بعد 5 أيام من البحث في محافظة الشمال عن شيء من اللحم لامرأتي التي أنجبت مولودا اليوم أسبوع ابني علي، جعلت هذا الطبق لزوجتي هدية الولادة، لعلك تراها قليلة ولكن قطع اللحم هذه $70 وحبات الرز هذه $25، ألا ترى قيمتها تستحق أن تكون هدية؟ وهذه الصورة، رز غير مطبوخ ولحم ني بصحن، قام بشراء هذه الوجبة $95 كهدية لزوجته التي أنجبت له مولودا علي.
بحق علي بن أبي طالب، تسميته على على اسم، يعني أنت ما مسمي لك اسم عادي، مسمي علي، دخيلك يا علي، بحق علي بن أبي طالب ما يخلي صهيون ببلدكم، علي قسيم الجنة والنار، والحسن والحسين هو يشفع لكم، بحق علي بن أبي طالب ما يبقى صهيون بأرضكم وتنتصرون ذاك النصر. أي والله. بعد التسمية علي، أبو الحسن يحفظ لك. فهذه شهادات عن الجوع وانعدام الغذاء في شمال غزة. هذه الصورة، هذه الفرحة التي تملأ محيا هذه الطفلة، وكأنها فرحة ب ما أعرف، لا أجد وصف مناسب لهذه الفرحة، ولكن هي فرحة غامرة بسبب حصولها على دجاجتين. فرحة طفلة في غزة بعد حصولها على الدجاج. هذه الصورة كفيلة عند رب العالمين بحساب عسير لكل من يقصف ويرى ويستنكر فقط، لا يحرك ساكنا. هذه الصورة كفيلة، فرحة هذه الطفلة الغامرة لحصولها على دجاجتين لأجل الطعام. لا يوجد طعام في غزة، لا يوجد ماء في غزة، الناس في غزة وفي فلسطين أصبحوا يجعلون من مياه الأمطار مخازن وأمور، يجعلون أشياء، أكياس نايلون، وتأتي في المخازن اللي يخلوها في الدوارق على مود يشربون مي. أما الأكل فبين وبين تجيهم مساعدات على شكل دجاجة مثلا، أو واحد يشتري له قطع لحم $70. ومثل ما تشاهدون فرحة هذه الطفلة الغامرة بحصولها على الدجاج. يقول إسماعيل الثوابت مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أكثر من 700,000 شخص في شمال قطاع غزة يواجهون المجاعة. والله مشكلة. أكثر من 700,000 شخص، تخيلوا وياي 700,000 شخص يعاني من المجاعة. لا يجد أكل، لا يجد ماء، لا يجد غذاء، لا يجد دواء، لا يجد مسكن يستراح به. 700,000 شخص، أكثر من 700,000 شخص، عدد كبير جدا يا أخوان، عدد كبير جدا. ما أعرف. يقول رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، العالم يقف مكتوف الأيدي ويكتفي بمشاهدة جرائم إسرائيل ضد الإنسانية طوال 140 يوما، لدرجة إن مجلس الأمن لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ويعجز عن ذلك، كما أن القوى الغربية لم تبذل أي جهد مجد لوقف الوحشية الصهيونية، بل واصلت تقديم كافة أنواع الدعم بالأسلحة للجيش المحتل. يعني أنا أتمنى من رئيس تركيا وباقي الرؤساء اللي فقط يصرحون، يعني أتمنى من عندكم أنه تتخذون موقف حازم تجاه هذا
اللي جاي يصير. ليش فقط اليمن؟ بالمناسبة اليمن تتعرض لهجوم كبير من أمريكا وبريطانيا. أنصار الله الأبطال الحوثيين الشجعان يتعرضون لهجوم من أمريكا وبريطانيا لأنهم يقفون ضد الهجمات الصهيونية على غزة. الأبطال الحوثيين أنصار الله دمروا اقتصاد أمريكا وبريطانيا ودول أوروبا بالكامل. والله يا أبطال أبطال. المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين الأبطال يقول نفذنا عملية عسكرية استهدفنا فيها سفينة نفط أمريكية في خليج عدن. هذا اللي تشوفوه قدامكم مجموعة من الأبطال من الشجعان دمروا أمريكا ودمروا بريطانيا وهاي الدول كلها. أبطال نفذوا عمليات كبيرة في المنطقة. والدليل يقول لك القيادة الوسطى الأمريكية الهدف من هذا الجهد الدولي هو الدفاع عن أنفسنا وشركاؤنا وحلفاؤنا في المنطقة. أنفسنا وشركاؤنا وحلفاؤنا في المنطقة مجموعة بسيطة ولكن الجميع يقف معهم. دمروا اقتصاد أمريكا والصهاينة والبريطانيين. بيان للولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى تقول يعني يقولون بهذا البيان هجمات الحوثيين تعرض حياة البحارة واليمنيين هسه اليمنيين ما لك علاقة بهم. أوكي ما لك علاقة بهم، هم أبطال، هم مضحين بنفسهم لأجل غزة وفلسطين. يقول هجمات الحوثيين تعرض حياة البحارة للخطر. اي والله هم أبطال ذولا، أبطال ذولا ما يسكتون. أيضا البنتاغون يقول القوات الأمريكية والبريطانية تقصف 18 هدفا للحوثيين في اليمن. والله لو تقصفون ما تقصفون من صواريخ ومن ما أعرف شنو شو تجيبون وشو تسوون سووا. هذول الأبطال لا يهدون ولا يرتاح لهم بال إلا يدمروكم. يعني أنا ما شايف هيك بلد سبع، إحنا بالعامية نقول هذا سبع أخو خيتي، ما شايف ليش ناس سباع. والله العم الحوثيين زلم يا أخي. شافوا إنه الحرب أو إطلاق الصواريخ على الصهاينة ما يجدي نفعا وممكن أيضا يتعرضون للعقوبات. قال لك أني خل أسويها على الصوبين، طبعا هو بعده يقصف منا ويجي ما يخلي سفينة تمر، ما يخلي باخرة تعبر، لا ناقلة نفط لا ناقلة بضائع لا شيء. دمر لك اقتصاد الدول هاي العظمى بحيث هسه طيارات ومهمة ويفترون على الجبال باليمن. واه موقع حوثيين خلنا قصفه. هم غير يطلعوا لك من جوا القاع يا اخوي، هم غير يطلعوا لك من كل حد بن وصوب. اقتصاد العالم دمروه. وبعد 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 بعد جاي يشتغلون شغل ما شاء الله عليه. الشغل الثاني يقول لك الحمى تجي من الرجلين بالمثل الدارج. هذا قام ما يعرف مين يتلقى الضربة، النتن ما يعرف مين يتلقاها من يعني من الشسمه من الحوثيين من 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 المقاومة الفلسطينية من المقاومة اللبنانية. مين يلقاه؟ من بايدن المتعارك وياه؟
النوب من أهله وناسه، النوب من الصهاينة نفسهم، قاموا يضاربون بيناتهم. لابيد تقول لك عنف الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين وعائلات المختطفين أمر خطير وغير ديمقراطي ويجب أن يتوقف، إلى جهنم وبئس المصير. يقول لك عنف خطير ويجب أن يتوقف. ويولا الأبطال الحوثيين والمقاومة ما خلوهم يتنفسون، النوب صارت بيناتهم. هذول الصهاينة ايش يردون؟ يردون النتن انه يسوي اتفاقية لتسليم الأسرى، تبديل الأسرى. ذولا يردون اهلهم اللي عند حماس، وحماس عندها شروط، شروطي وبكيفي، انا هاي شروط انا هاي خليها، تريد اهلا وسهلا، ما تريد خليهم متعفنين يمي، اطفح بيهم اكل وشرب وخليهم قاعدين. ذولا ما يرضون اهالي الاسرى، ويوميا مسوي لك مظاهره اقبال بيت نتنياهو، اقبال الحكومه، اقبال وزاره الدفاع، وصايره بيناتهم، ويوميا يكتلون بيهم. قدامكم الصور هاي خير دليل على ذلك. وزير الخارجيه الصهيوني للقناه 14 ردا على سؤال بشان الضغوط الامريكيه، شوف اقول لكم بين امريكا وش اسمه وبيناتهم هم صايره، يقول لن يمنعنا احد من دخول رفح، ردا على السؤال بشان الضغوط الامريكيه. امريكا حاليا تريد تلمع صورتها قدام العالم انه ياب احنا ما راضين، طبعا هم سلحوهم وطوهم اسلحه، وهسا احنا ما راضين، ما يصير يدخل على رفح، هذا اختلف عليهم وبايدن اختلف على، فصايره بيناتهم هيك. اكيد المتضرر هو رفح والناس اللي برفح، ولكن هم بيناتهم ما مصافين هسه، بيناتهم صايره من الروس، لذلك جاي يعافرون. طبعا قدامكم هذا العنف الواضح بيناتهم صهاينه شرطه زين وذولا متظاهرين. يقول لك الشرطه الاسرائيليه تعتقل 18 متظاهرا بينهم منظم مظاهره الاطاحه بحكومه نتنياهو في تل ابيب. المظاهرات صارت تريد تطيح بحكومه نتنياهو ايضا، تريد يردون يطيحون الحكومه، الاطاحه بالحكومه. هسه هذا شرط المتظاهرين بعيدا عن شرط عمليه تبادل الاسرى، هسه هم يردون الاطاحه بالحكومه. وهاي قدامك يا عيني صايره بيناتهم من الروس، وهذا قام ما يعرف مين تلقاها. هي قصة قصيرة خلال 140 يوم زين، وراح تزيد ممكن بعد تستمر لها سنة، وممكن عمي تاخذ لها سنتين لحد 5 سنوات، ما راح تلقون هذا الكيان المختصب في فلسطين، ما راح تلقون اي اثر اليه، راح يرجعون منين ما اجوي، يرحلون من أينما أتوا، يتوزعون على البلدان التي كانوا يقطنون بها، ما راح يبقى صهيوني في فلسطين خلال 5 سنوات. وهاي بداية الشرارة بيناتهم صايرة مكافش ومن الروس. يقول لك طبعا الأخبار مستمرة، غير ال 18 إنه 11 واحد. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 11 متظاهرا في ظل استمرار إغلاق مفرق طرق رئيسي وسط تل أبيب. شوارع مسدودة والدنيا مقلوبة يمهم، وصائر مكافش من الروس بيناتهم، بس البعض ما يحكي بهاي الأمور، ما يحكي بهاي الأخبار، ما يريد تبين. يقول لك أهالي المختطفين
يغلقون شارعا رئيسيا في تل أبيب مطالبين بإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى. وقدامكم هذا الشارع سادي والناس ما تفوت يردون صفقة فورية لتبادل الأسرى. وهذا قدامكم اللي جاي يصير يا أخوان بالصهاينة اللي اندمرة ودمار وما يدرون مين جاي تجيهم الضربة. هذا آخر ما لدينا في فقرة فيس تو فيس مشاهدين الكرام. فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرة ترند تيوب، وخلينا نشوف الفيديو الاول الكارثي. هذول الثلاثة اللي وقعوا اللي ماتوا على مود 90,000، على مود 90,000، 90,000 جباية على محل ما بين مؤجر ومستأجر وصاحب عقار وما أعرف شنو، صار رمي إطلاق نار في بغداد الجديدة في قلب بغداد، وراح ضحيتها 3 أشخاص من ضمنهم واحد ما إلى علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، صاحب شمبر مال شاي عنده كشك يبيع بيه شاي مات. ليش؟ لأن 90,000 تعارك يا علي أبو المحل والمؤجر وما أعرف شنو هاي السوالف وراحت صار طلق. سيد وزير الداخلية المحترم، أمام عينك وأمام أنظارك ما ذنب الناس اللي راحت وما ذنب عوائلهم، بل حتى ما ذنب الناس اللي تمشي وهاي الناس اللي اخترعت، شنو ذنبهم على مود 90,000 يطلع سلاحه ويصير رمي متبادل على مود 90,000 وسلاح؟ عمي السلاح المنفلت هذا اللي عند المواطنين هذا شنو هو؟ يوميا نشوف تفتيش وحمله وما اعرف شنو، هذا السلاح ايش عنده باقي عند الناس؟ عم ادليكم وين يضموه بالسيطرات من يجون اللي ما مرخصين سلاح؟ يضمه جوا الكشن، فتشوا جوا الكشن، فتشوا مو بس بالشكمكه وهاي الامور، يضمون اكو انا شايفهم يضمون جوا الكشن هيك يضم اسلحه. عمي خلصونا من هذا السلاح المنفلت. هسه هاي البارحه واليوم من الصبح ايضا قعدنا على فيديو همينا بسوق مريدي وهمينا طلق ورمي. عمي الله بالخير، دوروا فتشوا زين، تلقاه ضمه جوا الكشن، تلقاه ضمه جوا الشيء، ما يضموا بالشكمكه لو بايل شو اسمه مبينه يعني راح تفتشون بيها. دوروا كناس حتى تضمه بالبنيد، تضمه يم الباتري. هذا السلاح المنفلت اللي بيد من هبه ودب شنو ذنب هاي الناس؟ انا متاكد يعني هسه هم القوا القبض عليهم هاي منتين منها متاكد، بس محاسبتهم لازم تكون بشكل فوري والحساب عسير حتى لا تتكرر يا اخوان، حتى ما تتكرر هيك حالات. يمو ملينا من الحكي بزعنا. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده مخرجنا. هسه يعني هسه والله انا ما عندي شغل وعمل، راح اظل بس على مطار بغداد. ها يوميه مطار، يا مطار بغداد يوميه مشكله بهالمطار. يا اخي شو وقت تشتغلون عدل؟ اي مو ملينا. يوم طافيه الكهرباء، يوم حريق، يوم مي، يوم طياره ماكو. الطياره هاي العالم وين بالله؟ طياره هاي الناس تسافر وين؟ وين هاي العالم؟
امو يوميا نحكي بمطار بغداد بمطار بغداد. عمي يا إدارة مطار بغداد شوفوا حال يا وزارة النقل ماكو شيء. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده مخرجنا. دول الابطال اللي جاي قاتلون وصامدين ومستمرين بالدفاع عن الاراضي الفلسطينيه، ابطال المقاومه الفلسطينيه وكتاب القسام. هذه مشاهد من التصديات والهجمات على الكيان الصهيوني وجيش الكيان الصهيوني الزائل بعون الله. بارك الله بهم، ابطال يدافعون عن بلدهم وما مخلين للكيان الصهيوني اي مجال على مود يتوغل. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى التقيكم في الحلقه القادمه نقول لكم في امان الله.